مساء الخير. فيروس كورونا بعد ما كنا ابتدينا ننساه شوية رجع تاني فكرنا بنفسه من جديد. في زيادة ملحوظة في إصابات كورونا في العالم كله، في كل يوم إصابات جديدة بتتسجل، وفيات كمان في كل حتة في العالم، من فيتنام لهولندا، كرواتيا، أوغندا، إيران، إيطاليا، اليونان، غيرها من دول العالم. آخر إحصائية لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية بتقول إنه إصابات كورونا في العالم زادت ووصلت لأكثر من 550 مليون إصابة، وإنه عدد الوفيات وصل لأكثر من 6 مليون كلهم من ضحايا كورونا. فرنسا مثلا في 1000 مصاب بيتنقلوا للمستشفيات يوميا، ده غير الإصابات بقى اللي بتتعالج في البيوت. من يومين بس الحكومة الفرنسية كمان رجعت تكرر نداء كورونا الشهير، الكمامة الكمامة. وفي مصر وزارة الصحة أعلنت بوضوح عن زيادة في معدلات الإصابة بالفيروس، وقالت إنه المعدلات دي زادت بنسبة 7% تقريبا في الأسبوع اللي فات بس، في أسبوع واحد بس يا جماعة. وعشان كده لسه وزارة الصحة بتعيد وبتكرر اللي ما اتطعمش يتطعم، واللي فات على تطعيمه أكتر من 6 شهور محتاج ياخد جرعة التطعيم المعززة. صحيح إن الإصابات الموجودة مش قوية وده بسبب التطعيمات، لكن محدش عارف المتحور الجديد تأثيره إيه بالظبط، خصوصا إننا تعودنا من فيروس كورونا على سلوك مش متوقع خالص. هذا الفيروس الذي لا يؤمن جانبه أبدا، الفيروس وعلى عكس سلوكه قبل كده جاي بقى شادد حيله شوية كتير في الصيف، وإحنا عارفين إنه الصيف وقت اللمة والفسح والمصايف والتجمعات، وعارفين كمان إنه ناس كتير انتهت علاقتهم بالكمامة واعتبروها حالة طلاق بائن بينهم وبينها. في ناس متخيلين انها فتره وعدت، لكن الحقيقه هي ما عدتش، لان في جهه رسميه او لانه ما فيش جهه رسميه في العالم حتى هذه اللحظه اعلنت عن انتهاء جائحه كورونا بشكل كامل. اللي حصل هو بس عمليه تخفيف للاجراءات الاحترازيه لما بدات الاصابات تقل، لكن زي ما احنا ملاحظين وزي ما الاحصائيات في العالم كله بتقول، فيروس كورونا لسه معانا بيحاول ينكد على الناس في الصيف، لانه حتى لو الفيروس خطورته بقت اقل شويه، لكن مين يحب بدل ما يستمتع باجازته يقضيها في السرير وهو تعبان وقلقان كمان من انه ربما ينقل العدوى لحد من قرايبه، والحد ده مثلا ممكن يكون عنده مشاكل صحيه مزمنه. مين مستعد للمخاطره دي؟ دلوقتي 90% من فيروس او من اصابات فيروس كورونا في مصر بسيطه، حسب تصريحات الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهوريه لشؤون الصحه والوقايه. بس معنى الكلام ده برضو انه في 10% من الاصابات ممكن تكون مش بسيطه، ما نعرفش ال 10% دي ممكن تكون من نصيب مين، خصوصا بقى لو معدلات الاصابه زادت قوي، وده طبعا ممكن يكون متوقع جدا لو فضلنا فاتحينها كده على البحري من غير اي اجراءات احترازيه. طب ايه اللي يتقال دلوقتي غير اللي كلنا حافظينه صم؟ الكمامه، المطهر، تقليل الاختلاط، والمحافظة طبعا على المسافات، وقبل ده كله التطعيمات. وربنا يحفظنا جميعا من فيروس كورونا الضيف التقيل اللي قرر يشرفنا في عز الصيف. مصر جديدة، أهلا بكم. ينضم لنا دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة. دكتور حسام أهلا بحضرتك معنا في مصر جديدة، وبداية طمنا الوضع الوبائي في مصر عامل إزاي النهاردة؟ دكتور حسام سامعني؟ دكتور حسام حضرتك سامعني؟ طيب هنعاود الاتصال بدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة. كنا محتاجين نعرف منه أخبار الوضع الوبائي لكورونا في مصر إيه، ويعني ناس كتير بتتعامل إنه أصلا ما بقاش في كورونا، فاكرين ان كورونا اختفت. يعني قبل كده لما كنت مثلا اروح البنك الاقي كل الناس لابسين كمامه، ممنوع اساسا تدخل من غير كمامه. الحقيقه يعني دلوقتي تقدر تدخل في اي مكان ومفيش حد خالص لابس كمامه اصلا. طيب بيعود الينا دكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزاره الصحه. اهلا بحضرتك دكتور حسام، ولو حضرتك تقول لنا اخبار الوضع الوبائي لكورونا ايه في مصر دلوقتي. مساء الخير استاذه، تحياتي لحضرتك. اهلا بحضرتك. مشاهدي حضرتك الكرام، وكل سنه وحضراتكم طيبين. الوضع الوبائي كما اعلنا ان الحمد لله الامور من حيث
الحجز في المستشفيات من حيث معدلات الوفيات، الامور في اقل معدلاتها، في زياده في معدلات الاصابات المجتمعيه، وده معناه ان احنا الامور بشكل عام مستقره. ولكن حتى نحافظ على هذا الاستقرار ونظل متمتعين بهذه المعدلات القليله في دخول المستشفيات وهذه المعدلات القليله في الوفيات والحمد لله، محتاجين ان احنا نلتزم بمجموعه من الاشياء، اولاها ان اللي ما طعمش يطعم، اللي طعم جرعه واحده ياخد جرعتين، اللي طعم جرعتين ياخد الجرعه التنشيطيه، اللي الطعم وفات على تطعيمه 6 أشهر ياخد جرعه تعزيزيه. يعني اللي طعم جرعه تنشيطيه اللي هو خد الجرعه الثالثه يقدر ياخد جرعه رابعه لو فات على تطعيمه 6 شهور؟ يعني احنا مش بنعد رابعه، لكن نقول هي جرعه تنشيطيه، اذا فات 6 أشهر ياخد جرعه تنشيطيه، اذا لم يكن من اصحاب الامراض المزمنه او من كبار السن او عنده نقص مناعي. يعني ده متاح، ده بعد 3 أشهر بس مش 6 أشهر. يعني بعد، يعني دلوقتي اللي خد 3 جرعات فعلا بعد 3 شهور لو هو من كبار السن او من اصحاب الامراض المزمنه يقدر ياخد جرعه رابعه؟ يعني ياخد جرعه تنشيطيه. نعم، جرعه تنشيطيه بنفس الطريقه وبنفس الاجراءات وبنفس اجراءات التسجيل. يتوجه الى اقرب مكان لتلقي اللقاح من منزله، بيسجل وهو واقف وبيطعم وهو واقف. حلو جدا. دلوقتي يعني كبار السن حضرتك تنصحهم هم واصحاب الامراض المزمنه لو فات على تطعيمهم 3 شهور يروحوا يتوجهوا فورا؟ بالظبط يا فندم، بيبقى من شانه انه يرفع من المناعه وبالتالي يخلينا دايما عايشين في وضع صحي يعني. تمام. بالاضافه بقى للتطعيم، ان احنا في الاماكن المغلقه، الاماكن المزدحمه، التجمعات، ارتداء الكمامات والحفاظ. ما ده اللي بقوله من شويه، يعني انا دلوقتي بروح اي مكان ناس ما فيش حد لابس كمامه، يعني الاول كنا مثلا ندخل بنك او مكتب حكومي لو مش لابس كمامه مش تدخل اصلا، دلوقتي عادي ما فيش حد لابس اصلا. يعني لا شك انه في تراخي في تطبيق الاجراءات الاحترازيه، ويمكن ده اللي رفع معدلات الاصابه المجتمعيه شويه، عشان كده احنا عايزين نرجع تاني للاوضاع المستقره اللي هي الحمد لله، يعني ما زالت حتى الارتفاع دي ده ما خرجناش عن الوضع المستقر، لكن مش عايزين نوصل لمرحله يبقى فيه زيادات كتير، وبالتالي بنقول للناس التزموا بالاجراءات الاحترازيه والتطعيم. احنا بس في موسم التجمعات دلوقتي، يعني احنا الصيف والناس بتروح المصايف والعيد داخل والتجمعات الاسريه والعائليه، حضرتك تنصح كل حد بيتفرج علينا بايه النهارده؟ انه يطعم. يعني التطعيم وقايه من المرض الشديد. وبالتالي العمر ما الانفلونزا منعتنا من ان احنا نروح نصيف. طيب عشان حتى تتحول الامور الى مرض خفيف او الى ما يجيش مرض خالص، محتاجين ايه؟ محتاجين انه يبقى في مناعه مرتفعه. طب المناعه المرتفعه بتحصل ازاي؟ من اللقاح. طيب انا كنت سؤال سالته لحضرتك قبل كده من كام شهر، هساله لحضرتك تاني في ظل الظروف اللي احنا عايشينها، اللي جاله كورونا يتطعم بعدها بقد ايه؟ بعدها بشهر. بشهر يقدر ياخد اي تطعيم؟ بالظبط. اشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزاره الصحه والسكان، شكرا جزيلا لحضرتك. طيب النهارده كانت اول جلسه للحوار الوطني في مقر الاكاديميه الوطنيه للتدريب تحت شعار الطريق نحو الجمهوريه الجديده، مساحات مشتركة. جلسة النهاردة كانت جلسة إجرائية تمهيدية، كانت خاصة بمجلس أمناء الحوار الوطني اللي بيضم 19 عضو. منسق الحوار الوطني الأستاذ ضياء رشوان قال في كلمته الافتتاحية: أعدكم أن يكون المجلس أمينا في الخروج بما هو في صالح المواطن المصري، وقال أن الرأي العام هيشوف باستمرار نتائج واضحة للحوار في صورة تشريعات أو قوانين، وأن المجلس هيرفع يعني نتائج الحوار الوطني بصورة دورية لرئيس الجمهورية. ضياء رشوان أكد أن الحوار الوطني هو إعادة لروح تحالف 30 يونيو، وأن مش هيكون في استبعاد لأي رأي، وأن التركيز لازم يكون على طرح البدائل مش مجرد طرح المشاكل.
وقال انه كل جلسات الحوار الوطني هتكون علنية متاحة للرأي العام بشكل مباشر او الكتروني. والحقيقة النهاردة كانت يعني بداية موفقة جدا للحوار الوطني اللي هيدخل في الجد ان شاء الله بعد اجازة العيد. شفنا طبعا وقائع هذه الجلسة الافتتاحية او التمهيدية او الاجرائية للحوار الوطني، وكان فيها الحقيقة ردود مهمة على بعض الأسئلة، يعني مثلا من هو المستثنى من الحوار الوطني؟ والحقيقة كانت الإجابة واضحة وصريحة إنه كل من هدد أو قتل أو شارك في قتل أو حرض هو بالتأكيد ليس مدعو للحوار الوطني، إنه هذا هو مكان للحوار وليس للقتال كما قال الرئيس، إنه إحنا قاعدين عشان نتحاور مش قاعدين عشان نتقاتل. وكان في رد على سؤال مهم جدا، من يحضر الحوار؟ قال كل مصري يقدر يحضر الحوار، كل كيان مصري يقدر يحضر الحوار، كل كيان سياسي يقدر يحضر الحوار، ولكن ليس هناك مكان في الحوار لمن يريد أن يشكك في شرعية الدستور المصري. كان هو هذا هو يعني الكلام الواضح الصريح في من سيحضر الحوار وفي من هو مستثنى من حضور هذا الحوار. لن يحرم رأي من أن يقال في أي قاعة، جملة تلخص منهج الحوار الوطني الذي انطلقت أولى جلساته اليوم بحضور أعضاء مجلس الأمناء الذي يحظى تشكيله بقبول سياسي ومجتمعي وبإجماع وطني. هذا المنهج الذي نقله منسق عام الحوار الأستاذ ضياء رشوان إلى الحاضرين في الجلسة الافتتاحية. هذا الحوار يتسع للجميع، وأن مصر وطنا يتسع لنا جميعا، وأن خلافنا في الرأي لا يفسد الوطن قضية. هذا الحوار لا يوجد فيه من موانع أو كوابح إلا لمن يرفض الحوار. إعلاء المصلحة الوطنية والتوافق حول رؤية سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة للبلاد في مرحلة بناء الجمهورية الجديدة كانت العناوين الرئيسة التي شارك تحت مظلتها مختلف الأطياف السياسية والحزبية والفكرية المصرية من الحكومة والمعارضة، ولم يغب عن المشهد سوى من قتل أو حرض أو شارك في عنف يهدد المجتمع. تؤكد الحركة المدنية التي تأسست من أجل بناء دولة ديمقراطية مدنية أنها لم ولن تدعو أي جماعة تستخدم العنف أو تهدد باستخدام العنف أو لا تعترف بدستور 2014 وشرعية الوضع السياسي الذي يمكن أن يطور من خلال هذا الحوار. السمو فوق الخلافات الحزبية والنقاش الجاد رغم الاختلافات في الرؤى والأفكار كان محل اتفاق بين أطراف الحوار الوطني الذي بدأ اليوم في تحديد المهام والتكليفات والملفات ولائحة العمل التي تقود في نهاية الحوار إلى تقديم رؤية وطنية توافقية تقدم لرئيس الجمهورية بهدف مشاركة الجميع في بناء مستقبل الوطن تحت راية واحدة هدفها البناء والتنمية بسواعد وعقول أبناء هذا الوطن. طيب السؤال الآن في المشهد الرياضي، رمضان صبحي هل هيلعب في الدوري التركي؟ هذا السؤال مطروح بقوة دلوقتي في المشهد الرياضي وفي التقارير الصحفية التركية أيضا اللي اتكلمت عن مفاوضات لأندية تركية مع رمضان صبحي عشان يتعاقدوا معاه في فترة الانتقالات الصيفية. الكلام دلوقتي على أنه نجم فريق بيراميدز بقى قريب قوي من التعاقد مع نادي بشكتاش، لأن النادي حاليا بيدور على جناح شمال للفريق، والإدارة الفنية للفريق شايفة أنه رمضان صبحي مناسب جدا، المدير الفني موافق عليه، وطبعا يعني في حالة انضمام رمضان صبحي لنادي بوشكتاش التركي هيبقى مطلوب من نادي بيراميدز أنه يلاقي لاعب بديل يحل محله، خصوصا أنه رمضان يعني لاعب أساسي ولاعب مؤثر في صفوف بيراميدز، وقدر في الموسم الحالي أنه اللي طبعا اللاعب فيه 17 مباراة أنه يحرز 4 أهداف و
ويشارك كمان في صناعة ثلاث أهداف تانيين. طبعا لسه الخبر اليقين عن احتراف رمضان صبحي في الدوري التركي في علم الغيب، ولكن في كل الأحوال نادي بوشكتاش التركي نادي عريق، أقدم نادي في اسطنبول، بدأ تأسيسه سنة 1903 وتم تسجيله سنة 1910، يعني نادي مهم وأقدم نادي في اسطنبول. وعلى فكرة أحمد حسن، كابتن أحمد حسن برضو لعب فيه قبل كده. سريعا كده برضو في لفتة جميلة جدا ورقية من نادي بلاكبيرن روفرز الإنجليزي، قال أنه هيفتح ملعبه لأداء صلاة العيد يوم السبت الجاي، يعني دي أول مرة تحصل هذه اللفتة دي. والنادي قال أنه هيعمل أماكن صلاة للستات في مكان والرجالة في مكان تاني، وهيوفر كل احتياجات المصلين، وطلب من المصلين أنهم يجيبوا معهم سجاجيد الصلاة بتاعتهم. الحقيقة لفتة جميلة من نادي بلاكبيرن روفرز الإنجليزي. طيب بمناسبة العيد بقى، وإحنا بنتكلم عن العيد وصلاة العيد، الحقيقة العيد الكبير خلاص على الأبواب، عيد اللحمة زي ما معظم المصريين مسمينه. كل سنة وحضراتكم بخير. معظم الناس في مصر والعالم العربي والإسلامي بتضحي ودايما بيتباركوا بالذبح، لأن الأضحية دي شعيرة إسلامية. إحنا في مصر جديدة هنتكلم النهاردة عن الأضحية، مواصفاتها، شروطها، سنها، نوعها، إزاي نختارها، طريقة الذبح الصحيحة، مكان الذبح كمان. كل حضراتكم هتكونوا محتاجين تعرفوه عن الأضحية، هنتكلم فيه بالتفصيل مع متخصصين وخبراء في موضوع اللحوم والأضاحي والمواشي في مصر جديدة بعد الفاصل. لكن قبل ما نروح للفاصل، مجلس الدولة نظم النهاردة حفلة بقصر الأميرة فوقية لحلف اليمين القانونية للمندوبين المساعدين الجدد اللي تم تعيينهم رسميا بعد صدور قرار الرئيس السيسي بتعيين 28 مندوب مساعد بمجلس الدولة من خريجي دفعات 2018 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة. نتابع هذا التقرير ونرجع بقى علشان نبدأ فقرتنا النهاردة. اليمين القانونية الذي تم أداؤه أمام المستشار عدلي فهيم عزب رئيس مجلس الدولة هو بداية لتسليم المندوبين المساعدين الجدد مهام مناصبهم والمعينين من دفعة عام 2018 بالقرار الجمهوري رقم 265 لسنة 2022 بالمجلس. هو طبعا النهارده يوم تاريخي بالانضمام لمجلس الدوله، وشعور بالفرحه ممزوج بالفخر. طبعا فرحانين جدا جدا، ومش قادر اوصف شعوري، يعني لان اي حد بينتمي لمجلس الدوله هو حلم منذ الطفوله. الواحد من زمان داخل الكليه اصلا علشان يبقى في المكان ده يعني، فالحمد لله ربنا حقق الهدف والحلم ده والحمد لله. ان الواحد ينتمي لمجلس الدوله ده شرف ومسؤولية كبيرة، إن الواحد يكون قاضي مهمته حفظ الحقوق والحريات كما عهدنا في مجلس الدولة حسن الحقوق والحريات المصري. هذه الأجواء الاحتفالية هي بمثابة تكليل لجهود كثيرة بذلتها تلك الأسر للاحتفاء بتلك اللحظات الفارقة لهم ولأبنائهم الذين حظوا بقبولهم ضمن دفعة جديدة للعمل بالسلك القضائي. الحمد لله النهاردة يوم رائع رائع رائع، ومفيش أي مشاكل النهاردة الحمد لله. إحساسي حقيقي يعني لا يوصف بصراحة. أنا فرحانة جدا جدا، وألف مبروك للجميع، وربنا يوفقهم يا رب جميعا ويسدد خطاهم ويحقق أمل مصر فيهم يا رب. لحظة انتظرناها كتير جدا، وهو نفسه استناها كتير جدا سنين، كان بيحلم باللحظة دي ويحلم بالتوفيق ده من ربنا، والحمد لله كرم وتوفيق وفضل من ربنا كبير جدا الحمد لله. وخلال الحفلة أوصى رئيس مجلس الدولة المندوبين المساعدين الجدد بأهمية التمسك بالتقاليد القضائية الراسخة داخل العمل وخارجه، كما حثهم على التفاني في أداء رسالتهم السامية والاطلاع الدائم على أحدث علوم القضاء الإداري والتمسك بنصوص التشريعات وفهمها. عمرو أبو جبل، مصر جديدة، ETC.
العيد الكبير خلاص يوم السبت الجاي، كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير. خلاص أيام قليلة وهنحتفل بعيد الأضحى المبارك. الأيام دي موسم والناس مشغولة بموضوع طبعا الأضحية، زي ما كنت بقول لحضراتكم هيشتروها بكام، ده أكيد هو السؤال الأول اللي بيتبادر على الذهن. في حد ربنا كده موسعها عليه حابب يشتري الأضحية لوحده، وفي ناس ممكن يحبوا أنهم يشتركوا سوا مع بعض، يشتروا بقرة أو جاموسة ويضحوا بيها. لكن اللي خلاص ناوي يضحي السنة دي محتاج يتأكد أنه هيشتري الأضحية السليمة صحيا، يعرف إيه الفرق بالضبط ما بين أنواع الخرفان مثلا، يتأكد من سن الأضحية بتاعته، وبعدين يشوف إزاي هيدبح، لأنه إحنا عارفين أنه الدبح في الشوارع بقى مخالف للقانون وفي غرامة ممكن توصل لعشر تلاف جنيه. في النهاية إحنا بنتكلم عن شعيرة دينية عظيمة، يعني ما ينفعش حد يؤديها بالمخالفة للقانون وبأذية الناس، سواء بمنظر الدم في الشوارع أو بروائح مخلفات الذبح. عشان كده في مجازر حكومية مخصصة للذبح في العيد، المجازر دي مجانية، كل اللي هيتكلفه اللي ناوي يذبح هو أجرة الجزار اللي كده كده هو هيدفعها. احنا النهاردة عايزين ناخد يعني موضوع الأضحية خطوة خطوة كده، من أول مواصفات الأضحية، إزاي نختارها، إزاي نشتريها، ذبحها، لحد طبق الفتة على سفرة العيد. ما هو الطبق ده معتمد على كل الخطوات اللي قبله، يعني هنعرف ازاي من ضيوفنا النهاردة اللي مشرفينا في مصر الجديدة. اول سؤال هكلمهم عن سلامة الغذاء بوجه عام، لانه هو دور مهم من ادوار يعني المسؤول عن الطب البيطري في مصر. طبعا منورنا في هذه الفقرة دكتور طارق، دكتور خالد سليم نقيب الاطباء البيطريين. اهلا بحضرتك دكتور خالد، نورنا. ودكتور طارق عبد المنعم مدير عام الاداره العامه للمجازر بوزاره الزراعه، اهلا بحضرتك. قبل بس ما نبدا باول سؤال، احنا حضرنا تقرير عن الاضحيه والشوادر المنتشره في شوارع مصر الجميله، نشوف التقرير ونرجع نبدا اسئلتنا. أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، ومعها تستعد المجازر والشوادر ومحال الجزارة بعرض الأضاحي واللحوم للمستهلكين. في حركة إقبال، بس برضو عايز أفهمك برضو يعني في غلا، بس برضو اللي اتعود إنه يضحي لازم يضحي. يعني السعر ماشي من 85 90 95، في البرق عندي ب100، في الماعز عندي ب100، العجول عندي ب80 جنيه. معلومات هامة تتعلق بشروط الأضحية وصحتها يجب على المستهلك معرفتها قبل شراء الأضحية. الخروف لازم يكون متشيق قدامنا، ما بيعرقش، يكون كامل الشريعة، جميع ودنه سليمة مش مقطوعة، رجله سليمة مش مقطوعة، فإن أنت خروف فيه عفن بياكل بيتحرك، هو ده الخروف اللي هو سليم للأضحية. لكن حتة لون الخروف بقى أحمر أسود، الألوان بتاعته دي عادي زي البشر كده ألوان يعني. وتحرص الشوادر على الالتزام بضوابط الذبح والحفاظ على البيئة وعدم إلقاء مخلفات الأضاحي في الشوارع والتخلص منها بشكل آمن. عمرو أبو جبل، مصر جديدة، إي تي سي. يعني اعتقد دي اللحظات الاخيره للخرفان اللي شفناهم اللي هيذبحوا في العيد. اولا يا دكتور خالد، سلامه الغذاء يعني تعتبر من اهم الاشياء الموجوده على طاوله الاطباء البيطريين، وحضرتك طبعا نقيب الاطباء البيطريين. ازاي بتتاكدوا وازاي بتخلوا الغذاء في مصر متاكدين من سلامته؟ بداية بشكر حضرتك على الحلقة، بإذن الله تكون حلقة موفقة إن شاء الله. بتقدم بالتهنئة لجميع شعب مصر والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وبمناسبة بدء الحوار الوطني اللي إن شاء الله يكون يعني في صالح مصر. سلامة الغذاء ملف مهم جدا، حضرتك بتطرحي ملف من أهم الملفات اللي فخامة الرئيس بيأكد عليها دايما، واللي أنشئت من خلالها أو من أجلها هيئة قومية في مصر في قانون رقم 1 لسنة 2017، هو الهيئة القومية لسلامة الغذاء. وده دليل على اهتمام الدولة بأن غذاء المواطن المصري يكون سليم من كافة النواحي بكافة أنواعه.
لكن الحقيقة دور الأطباء البيطريين دور مهم جدا لما نعرف أنه البروتين من أصل حيواني اللي هو مسؤول عنه الأطباء البيطريين في مصر، وأن هم يكشفوا عنه ويتأكدوا من سلامته ومهمته لأن هو يكون صالح للاستهلاك الأدمي، يمثل ما يقارب 50% من كل إجمالي الغذاء اللي احنا بنتناوله بأنواعه بقى المختلفة، سواء من ألبان، من لحوم، من بيض، من لحوم حمراء، أسماك، لحوم بيضة، كل الأنواع، مصنعات اللحوم بأشكالها المختلفة. ده دورنا إن احنا نتأكد ونمنع الاستهلاك الأدمي، ودورنا وقائي، لأن هو أنت بتقي المواطن المصري شر أمراض كتيرة جدا بتنتقل. لو عرفنا بس إن احنا ما يقرب من 200 ل 300 مرض بينتقل من الإنسان، من الحيوان للإنسان، هنعرف قد إيه مهم جدا دور الأطباء البيطريين. لو طيب نركز على الأضحية، بما أننا داخلين على العيد الكبير، احنا بنسميه عيد اللحمة، تمام، وأنا رايح أشتري الأضحية بتاعتي، سواء كانت بقى عجل، جاموسة، خروف، معزة، أي حاجة، يعني أعرف إزاي أنه هذه الأضحية سليمة، أو إيه هي العلامات اللي ممكن أشوفها فيها أعرف أنه لأ في مشكلة؟ أولا لازم يكون الحيوان شكله الظاهري بصحة جيدة، مفهوش أي إصابات لعرج ولا هزال ولا حرارة مرتفعة. لو مثلا غنم أو ماعز، الشعر بيبقى جلده لامع، شعره ما يتسحبش أو ما يتقطعش بسهولة، رأسه مرفوع، بيأكل كويس، الأنف نظيف، الحاجات دي لازم يعني تتشاف ويتكشف عليه من طبيب يكون أحسن طبعا ويكون أفضل. ما هو يعني ما كانش مش كل يبقى على الأقل أنا أشوف مع طبيب، أنا أشوف العلامات الظاهرية دي اللي تديني إحساس. اللون بيفرق في التقرير؟ قال اللون ما بيفرقش. ما بيفرقش، اللي هو اللي بيفرق لو اللون فيه هزال، بيدي بيل مثلا، بيل باهت، ده ممكن يخليك تقلقي منه طبعا ويبقى نبعد عنه أحسن. طبعا في بقى حاجات تانية، شروط اللي هي للوزن اللي ممكن يبقى صالح للأضحية في الأبقار والجاموس، حوالي 400 كيلو أو سنتين، أيهما أقرب يعني. في دلوقتي أنواع من الأعلاف بتستخدم دي ممكن تخلينا نوصل للوزن ده قبل السنتين، فبالتالي يجوز إن هو يدبح. طبعا بالنسبة للغنم ممكن 6 شهور أو سنة، والماعز 2 سنين، الجمال 5 سنين. وطبعا زي ما حضرتك عارفة إنه بيشترك فيها، مش يعني في حاجات بتجزئ عن فرد وفي حاجات بتجزئ عن 7 أفراد. أكثرنا بيضحي بخروف. الخروف أنا أروح أشتري إزاي؟ بمعنى صحيا؟ يعني وأنا دلوقتي داخلة بختار خروف، أختاره إزاي؟ زي ما قلت حضرتك لازم العلامات الصحية الظاهرية اللي أنا أقدر كمواطن عادي مانيش متخصص أبص عليها، ما يبقاش في حاجة يعني ما هوش له قرن واحد مثلا، او ودن مقطوعه، او رجل، او في عرج، او في عين مثلا مش موجوده، او اعمى. صحيا الفيتنس بتاعه لازم يكون كويس بحيث ان انا اطمن انه اقدر اخده. بعد كده بقى الحاجات التانيه اللي بيبقى بعد الذبح، لانه في حاجات امراض مثلا ما بتبقاش يعني باينه قبل الذبح، وفي امراض بتبان بعد الذبح بس. في الكشف عليها يعني طبعا. طيب خليني اسال دكتور طارق. دكتور طارق، دلوقتي في ناس كتير ممكن تحب تشتري الاضحيه بتاعتها قبل العيد بشويه، يعني تقعد تاكلها وتظبطها علشان يعني ايه، يعني تطمن انه هي يعني واكله اكل كويس. يعني اولا اللي بيعمل كده يتعامل مع الاضحيه ازاي؟ ياكلها ايه؟ بسم الله، كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد علينا كلنا جميعا ان شاء الله، وربنا كل سنه وحضرتك عليك طيبه. هو المفروض ان تشتري الاضحيه وتخليها عندك قبلها على الاقل باسبوع، لان المفروض الحيوان ده طبيعه الحيوان، والانسان لما بتغيري مكانك بتقعد يومين قبل ما تتاقلمي على المكان الجديد، فعشان ما يخسش وما يعرفش يعوض الوزن دوت، فلازم باسبوع، عشان في يومين مش هياكل، بعد يومين هيبدا ياكل يعوض بقى الوزن اللي دي. ثانيا يعني اجيب الاضحيه قبلها باسبوع، بس في ناس هتجيبها يوميها، او بيروح يوزنها عند راجل بيتفق عليها فلوس، وبيوزن يوم الوقفه بالليل او العيد الصبح، يحملها ويروح البحر. ده يبقى افضل يعني، ده افضل لانه واخد على المكان، انا واخد على النوم هنا وعلى الاكل هنا، فلو سبتهم مش هاكل. وعشان ارجع الخساره في الوزن دي صعبه، مش بسهوله يعني. تمام. ازاي بقى المجازر بتتعامل مع حالات اكتشاف مرض معين في الذبيحه؟ بتتعاملوا مع الموضوع ده ازاي؟
احنا بنكشف على الحيوان ظاهريا قبل ما يخش المجزر. لو هي اناث بيتفحص عشار وبنشوف سنانها، لان النتاء الانثى لازم تكون مستكمله جميع القواطع، مش يعني 5 سنوات، اقل من كده لا. ليه؟ لان احنا القانون ده اللي هو القانون، المواصفات التموينيه مش الشرعيه، دي التموينيه، الحفاظ على الثروه الحيوانيه. احنا كان الاول البتلو بيخش عند وزن 40 يوم يخش البتلو، اهم حاجه يكون مفطوم او بيرضع بالصيصه، يعني بياكل ولبن وياكل يخش المجزر. دلوقتي عشان ثروه الجاموس بدات تقل، فقلنا لا، العجل الجاموسي ولا بقى لازم 400 كيلو او كسر جوز، يعني بدل سنتين. بدل سنتين يعني راجل العجل عدى السنه ونص، فهو خلاص وزنه هيفضل على كده مش هيزيد. يعني هو احسن ان انا وانا بروح اشتري اضحيه احسن اجيبها يعني انثى ولا اجيبها؟ لا، هو اتذكر طبعا رسول الله ضحى ده السنه بكبشن ابلح يعني، فدي انما لا دي يعني ما تجزئت الانثى تجزئ والذكر يجزئ وكل حاجه ده. بس الافضل اجيب يعني كبش هو الافضل، يعني دي السنه. هو المفروض ان الضاني ما يقلش عن 6 شهور، الماعز سنه، الابقار والجاموس سنتين. بنعرفها ازاي؟ لما نفتح البق نشوف السنان، الحيوان مولود باسنان تحت ولثه فوق. الاسنان تحت دول عباره عن 4 اسنان، 4 ازواج ب8 اسنان، 2 × 2 × 2، فبنقول 6 شهور لحد سنه ونص بيكون بدل الاثنين في النص، من سنه لبنيه لسنه مستديمه. السنه اللبنيه شكلها بيبقى شكل الفنجال وبيضه وضعيفه، اما المستديمه بتبقى لونها مصفر وشكلها مفلطحه ولونها غامق شويه، وبتبقى اكبر باينه عن الثانيه. عرف فبيبدا من 6 شهور لحد سنه ونص يكسر الاثنين اللي في النص. بعد سنه ونص يركز الاثنين اللي بعديهم. لازم يكون النتاج تكون قافله كل القواطع مستبدله. انا لو كلت من ذبيحه فيها مرض، فيها مشكله، ما هو المرض ده ممكن يحصل ليا ايه؟ ما حسب نوع المرض، وبعدين المرض ده بيتعرف في الكشف، ما فين. عشان كده احنا فاتحين المجازر، واهم حاجه الدكتور اللي بيكشف قبل الذبح وبعد الذبح. المشكله كلها بعد الذبح. يعني قبل الذبح في كشف وبعد الذبح في كشف. انا بس عايزه الاول يعني ااكد للناس موضوع المجازر اماكنها فين. انا قلت من شويه انها مجانيه 100%، ده صح؟ مجانيه صح، بس يعني بس هو بيجيب الجزار او هو يذبح من نفسه. لكن انا بوفر لك المكان بالدكتور بالاكياس كمان. بس في دور بقى، لانه انت كده يعني لا، ما هو مكان المجزر كبير، مش مكان واحد يعني بيخش. ايوه بس قصدي ما هو الناس بقى يوم العيد ناس كتير بتذبح، ما هو مش كله بيذبح في مجزر واحد يعني. انت يعني لما تلاقي اي مركز تلاقي فيه مجزرين كده. فعلا في مجازر كتيره منتشره على مستوى الجمهوريه. عندك مثلا في الجيزه عندك كرداسه جنب ناهيه بينهم بعد 2 كيلو او كيلو يعني مش يعني الحمد لله احنا عندنا عدد مجازر كتيره على مستوى الجمهوريه، ما عندناش مشكله. 486 487 مجزر على مستوى الجمهوريه. حلو قوي. عشان كده اللي بيذبح بره المجزر ممكن يتعاقب بغرامه 10,000 جنيه. ليه؟ اللي بيذبح بيعمل تلوث في الشارع. وغير كده اللحوم بتبقى يجي لها رمل، يجي لها شعر، يجي لها خشبي. يعني مش غلاسه يعني على اللي بيذبح، هو علشان حمايه لكل. انما المجزر مكان مجهز وفي مواسير صرف عريضه واسعه بتستقبل الدم والحاجات دي عشان التجلط والحاجات دي كلها. في نفس الوقت مكان نظيف فيه مذبحات، يعني مش يعني بيوفر يعني امان اكثر من الشارع. اروح في اي وقت؟ احنا بنفتح من بعد صلاه العيد، لان الذبحه الاضحيه بعد صلاه العيد لحد رابع يوم العصر. اروح في اي وقت؟ في اي وقت مع الاضحيه بتاعتي مع الجزار. ومش هدفع ولا مليم، كده كده انا هدفع للجزار. ما هو هو طب اللي بيدفع اللي بيذبح في بيته عادي جوه بيته ما فيش مشكله، المهم مش في الشارع. اما هو يذبح جوه شقتك. جوه شقته قدام شقته مثلا، ما ده خروف يعني مش مش عجل. لا، ما هو العجل بيبقى له
طقوس وحاجات تانية، مش يعني الخروف بيتذبح، ممكن يتذبح جوه الشقه كمان ما فيش مشكله. لا اللي بيذبح قدام بيته يعني مثلا العماره اللي هو فيها فبيذبح قدام بيته. لا ما هو ده اللي احنا بنقول عليه ده ممنوع. ده ممنوع ممنوع. وبعدين لو اتمسك 10,000 جنيه غرامه ومفيش فيها نقاش يعني. بس دي من العادات والتقاليد عارف حضرتك، ويحبوا يطبعوا الدم بقى بالكفوف كده وعلى الحيطان. ده مش اضحيه، ده اللي يكون ذابح العربيه بتاع بيقعد يجيب دم. لكن ده مش اضحيه، دي مش لا أضحية. واللي راجع من الحج واللي راجع دي مش دي اضحيه. كام الاضحيه؟ الاضحيه ما هتعملي كفه هتروح تحطيه فين؟ طب خليني اروح لدكتور خالد. دكتور خالد يعني دكتور طارق قال انه الكشف بيبقى قبل الذبح وبعد الذبح، ليه الاثنين؟ الكشف الظاهري اللي هو بيتاكد ان مفيش حراره، مفيش مرض، علامات مرضيه ظاهريه عليه وهو فهو كان حي، مفيش عرج، مفيش رجل او حاجه مقطوعه من جسمه، مفيش عين مثلا مش موجوده او اعمى او كلام زي كده. طب كل ده في ايه لو هو عنده مشكله فعلا؟ اولا انا بضحي مش شرعي. يعني بعمل حاجه مش شرعي. طبعا شرعيا بعمل حاجه لله، فبنقي افضل شيء لله اتبرع بيه او بضحي بيه. فما يجوزش حتى شرعا ان انا اجيب حاجه فيها عيب عشان عايز اخلص منها حتى تادبا مع الله سبحانه وتعالى. صح. ما يليقش ان انا اعمل كده، ده انا بدور على احسن حاجه عشان اتقرب بيها، لان دي قربان. هي بدايتها كانت ايه؟ ما قربان لسيدنا اسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. فبالتالي انا بدور على، والرسول صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين املحين، يعني علامة برضو على ان بنقي احسن حاجة فيها جودة وفيها صح. ده مهم جدا الكشف ده، بيطمن فيه سواء المواطن اللي بيدبح او الطبيب اللي بيكشف انه هو صالح انه يدخل للمجزر يدبح. في 200 مرض تقريبا ممكن يتنقلوا في امراض كثيرة من الحيوان. طب الاول كمان بنكشف بعد الذبيحة كمان بعد ما ندبح؟ طبعا الدكتور بيكشف بقى من جوه لما يبقى في المجزر بيكشف. طبعا ده مش متاح لو ذبح بره، وده برضو من ضمن المضار اللي ممكن الانسان ما ياخدش باله منها، خاصة لو كان غير مختص وفي حاجة في الديدان مثلا زي الساركوسيست او حاجة زي كده، ما هيعرفها الطبيب مش هيعرفها. ايه بقى اللي ممكن يحصل؟ يعني في حضرتك قلت لي قبل الهوا في تقريبا 200 مرض ممكن ينتقلوا من الحيوان للانسان، ايه اهمهم؟ يعني السل، البروسيلا، السل ممكن ينتقل للإنسان لو تناوله من غير ما تكون مثلا لحمة مطهية بشكل جيد أو في سبوريوليشن للمرض نفسه أو للميكروب. دي حاجات ممكن تتنقل ويتصاب بيها الإنسان. تخيلي مثلا لو ذبيحة فيها 400 كيلو بتصفي مثلا 200-220 كيلو، هيأكلها كم فرد لما يوزع منها؟ وكم فرد ممكن يضار من الكلام ده؟ البروسيلا برضو بتتنقل من الحيوان للإنسان. في حاجات كتيرة ممكن كده، ده مش مطلوب ان انا اتعامل مع الحاجة لوحدي وانا مواطن لا اعلم في الطب شيء. المفروض ان الطبيب هو لما بيكشف، هي وجودها جوه المجازر زي ما دكتور طارق اشار في الاول ان هي علامة صحية بيئية تلوث وكلام زي كده، لكن في الاول وفي الاخر انا بضمن ان في طبيب كشف طمني على ان الغذاء اللي انا هوزعه ده او اللي انا هتناوله كمواطن او قريبي صالح للاستهلاك الادمي وغير ضار بالنسبه لي او بالنسبه لغيري. هل بعض الناس ممكن تقول لك ايه، طب ما انا كده بسويه فبيقعد على درجات حراره عاليه فاي مشكله فيه خلاص مش هيبقى موجوده، ده صح ولا غلط؟ مش كل الامراض. زي ايه؟ مش كل الامراض زي ايه؟ في امراض ريزيستنس للحراره. زي ايه؟ السالمونيلا ريزيستنس للحراره، يعني مهما اسخن فيها واغليها واسلقها لا تحتاج مثلا 400 درجه، عمرك ما هتجيب 400 درجه، عمرك ما تجيبها، مفيش عندنا اقصى حاجه 100 بالظبط. ف 400 محتاجه ضغط. ولذلك احنا عندنا يعني الديدان الشريطيه يا اما بتعدمها او بتحطها في ناقص 10 لمده 10 ايام، او بتطلعها مغليه، بتقطعها حته صغيره 2 كيلو ونص وتتسلق تحت ضغط عشان تموت الديدان الشريطيه دي، الحويصلات بتاعتها. يعني ربة البيت ما تعتمدش انه تقول مش مشكله يعني ما انا كده كده يعني هسويها لسه فمش هيبقى فيها مشاكل. الحراره عندنا في 100 ما بزيدش عن كده. في حاجات بتموت عند 200. ناخد بالنا بقى هتوصلها ازاي بقى 200؟ 200 وتحت ضغط جوي. طب انا كده بالعين المجرده وانا بشتري لحمه ممكن اخد بالي انها فيها مشكله؟ هل في حاجه حضرتك تنصحني بيها ان انا وانا بشتري لا بلاش دي؟
لا هو يعني ممكن تعرف حضرتك علامات عدم النزف كويس الال بليدنج ده لما بتعملك اي قطع في اللحمه تلاقيه بيجيب دم ده ما خدهاش. اللحمه لو مش غير المذبح لمنطقه الرقبه تكون فاتحه، لكن الرحم بتبقى غامقه لان دي منطقه الذبح اللي بتتعرض للهواء فبيحصل اكسده فبتلاقيها غامقه شويه. لكن لما تلاقي في الفخده غامقه يبقى ده معناه ده يبقى اللحمه مش مظبوطه. لا مش مظبوطه مالها؟ فيها مرض. الفتحه وغامقه بمقاييس يعني من امتى؟ حسب المكان. يعني لما تلاقي لحمه جوه في الكتف والحاجات دي وغامقه لا دي بقى فيها كان فيها مرض. لا يعني لما الاقي محمر قوي دي هو مشكله. المفروض اللحمه لونها احمر فيها شاحب. ده الطبيعي. مش وردي. احمر القاتم احمر وردي يعني. بالظبط. انما القاتم ده بيرجع للون العلف كمان لو بتاكل علف فيه حديد هيبقى احمر قاتم اللي هو غامق ده. انما اللون اللحمه الطبيعي احمر وردي. فانا احسن لي ان انا اشوف اللحمه الفاتحه. ولذلك الدكتور في المجزر بيقول لك اذا كانت اللحمه دي صالحه او غير صالحه. فدي يبقى احسن. عشان كده احسن ان انا اذبح في المجزر. طبعا يعني دكتور وبعدين هيشوف لك المواصفات الشرعيه قبل ما تذبحي ويقول لك ده مش مطابقه. وكل ده ببلاش. ولو في ده ببلاش. والعمال بينشروا له كل ده ببلاش. طب انواع الخرفان يعني الواحد لما بيشتري خروف يقول لك في البرقي الرحماني الاسيم البرديسي انا اختار ايه وكل واحد ليه سعر مختلف يعني شفت في التقرير يقول لك البرقي مثلا ب 100 جنيه وانا سمعت كمان اكتر على البرقي ما عشان البرقي التصافي بتاعته عاليه شويه والليه بتاعته قليله اما البلدي فيه حوالي يمكن 10 كيلو ليه يعني هو بيدور على انه في النهايه بيصفي كيلو اللحمه التصافي بعد التصفيه او نسبه التشافي تبقى كام عدد الكيلوات قصاد السعر فبيدي له مساحه اكبر حتى ان هو يوزع على ناس عشان كده البرقي اغلى. طب يعني انا دلوقتي وانا رايح اشتري خروف اختار اول حاجه ايه وبعدين ايه وبعدين ايه يعني كده بالترتيب اول حاجه البرقي حلو دلوقتي هو ب 100 جنيه الكيلو ب 195 بقى يعني ترجع ممكن ما سمعناش 95 لا ممكن يوم العيد يبقى ب 110 120 بالظبط اعتقد في بعض الاماكن من دلوقتي ب 110 الناس الناس دلوقتي بتربط على السعر حتى في البقري انا اشتري النهارده ب 75 لو بقى ب 1000 جنيه انا بشتري ما هو اللي بيربط ده بيقول لك ادفع له ثمن اكل ما هو ده مش اكله تدفع لا بيدفع عربون انا بوزن يوم العيد لا وبيطلبوا ثمن الاكل ويعمل لا ثمن الاكل يا فندم لو هو بوزنه لكن لا انا هوزن يوم العيد فانت هدفع لك اكل ايه ما انا النهارده 50 يوم عيد هيبقى مثلا 60 يبقى هو بياخد بيحسب على 60 لك الكلام ده لو حسبك على 50 ادفع لك بقى ال 10 الاكل بتاعه طيب البري اول واحد وبعديها البلدي البلدي بقى بكام بقى البلدي متوسط السعر والله انا ما اعرفش اسعار بالظبط يعني بس هتلاقي مثلا 80 85 بيوصل ل 90 كمان يعني ما هو دي بتختلف من تاجر لتاجر بعدين كل حاجه ذبيحه ليها يعني انا بشوف الذبيحه في الجزارين بيبقى لهم نظره في اللحمه اللي الذبيحه اللي تصفي معاهم يقول لك ده ما يصفيش ده يرمي ده يرمي لحم كتير بالنسبه لجوده اللحمه يعني اكل لحمه حلوه اختار ايه يعني ايه اللحمه اللي اقول عليها دي لحمه حلوه اروح للبرقي ولا اروح للبلدي البرقي حلو البرقي حلو احسن حاجه ده احلى حاجه احلى نوع برقي اكل واطمن مفيش اي مشكله وبعدين في بعدين نجدي برضو كويس النجد. مش وحش والبلدي دول كلها سلات حلوه يعني مش بس بتختلف في كل حد من التصافي بتاعه يعني في البرقي اكتر حاجه ما بيطلعش ما عندوش ده وبعدين بترجع لون العلف اللي بياكله الجزار اللي بيشتري بيروح داخل على علفه الجزار بقى القراري بيخش علفه بيمسكها بايده كده يقول لك ده هتلاقي لحمته فيها دهن ده لحمته فيها هتلاقي كلها حمرا ده الجزار الشاطر ده اللي بيمسك العلفه نفسها يشوف فيها ايه كزب ولا دوره ولا الحاجات دي كلها بيقول لك ده دي لحمته هتبقى فيها دهن احسن حته في الذبيحه ايه؟ يعني انا دلوقتي ذبحت وعايزه غير الذبيحه بتاعت الاضحيه خلاص دي بتتوزع في ناس بتعمل برضو ذبيحة ليهم للبيت يخزنوا بقى فيها شوية إيه لحمة تعيش معهم كام شهر أحسن حتة في هو كل حتة ولها مميزات وعيوبها يعني إيه بقى أقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه خير اللحمة خلط العظم فأنت لو خدت منطقة الريش دي هتبقى حلوة بس في ناس ما بتحبش الدهن وفي عندها الكوليسترول والتراجلس والحاجات دي عالية فعشان تاخدي لحمة حمراء بقى خدي بقى تريبيانكو اللوحه صبعين اللوحه دول كلهم بلحمه حمراء مفيش فيها دهون
يعني صبعين اللوحه من جوه كده الصبعين وش اللوحه وش الفخده فكل لحمه كل حته ولها يعني البوفتيك بيتاخد من وش الفخده. ايه الحته اللي بلاشها احسن؟ لا وكل ما لا في حته يعني مثلا بلاشها مثلا لمريض الكوليسترول دي مثلا تقيله شويه دي. ما هو اي حاجه فيها دهن غلط على الكوليسترول. يعني اي حاجه فيها دهن كتير زي الريش والحاجات دي كلها بتبقى غلط على الكوليسترول. دكتور خالد الكبده يعني في ناس كتير طبعا بتحبها وناس كتير برضو بتحذر منها، هو ايه الصح؟ احنا يعني هي صحيه ولا احنا ناخد بالنا منها؟ لا لازم ناخد بالنا منها لان في حاجات بتبقى فيها علامات ما هياش نديولز وحاجات مش بيت السموم، لان الكبد بيت السموم. تمام، لو سليمه يبقى هي المصفه بتاعت الجسم، لان دي اعرفها ازاي انا كربت بيت؟ اعرفها ازاي؟ لا الكبد عامه مصفه الجسم، يعني اي مضاد حيوي اي ميكروب اي حاجه بتصفى في الكبد. ولذلك الامريكان ما بياكلوش الكبده بيصدرها لك. اه والله بياكلوها. في دول كتير بره ما بتاكلش الكبد. مين ايه؟ في دول كتير بره ما بتاكلش لنا. بيدوا لنا بيبعتوها لين امريكا أمل المانيا والمانيا برضه نفس القصه. المانيا وامريكا بيبعتوا لنا الكبد مجانا؟ لا مستورد. لا مش مجاني، لا ده استيراد. احنا استيراد هو مستورد ممكن ياخدها ببلاش بس يجيب لك انت بفلوس. يعني مش بنروح نشتري كبده وبندفع قد كده. بالنسبه لهم دي مخلفات. فبتكلفوا نقل طيران وتجميد وتبريد وحاجات كتيره. بس هي الكبده فيها حديد، يعني هي فيها قيمه غذائيه عاليه. ماشي، ما هو قيمه ولا ضرر؟ ما هي فيها على قد ما فيها قيمه لكن فيها ضرر لما تكون متبقيات الادويه كلها في الكبد او في الكبد والكلى. يعني تنصحنا ان ما ناكلش الكبده؟ لا هو ما فيش احنا يعني نقلل من الكبده بالظبط. يعني ده الناس بقى بتحب تشوح الكبده بقى والكبده الاسكندراني والحاجات دي بقى الجميله والريحه بتاعتها تبقى ما دي مره يعني ما تحاولش تاكل كل حاجه في المعتدل بتاعها يعني سليم. يعني لا نزود قوي ولا نقلل قوي. يعني وجبه الكبده دي ناكلها كم مره في السنه لو حد بيحبها؟ لا عادي لو بيحبها ياكلها عادي بس مش كل يوم مثلا. يعني ما ينفعش واحد يبقى مخصص حياته او اسبوع كامل كده يعني. لا في ناس بتقول لك كل الكبده نيه اصلا. لا على فكره الكبده عاليه جدا في الكوليسترول. في الكوليسترول بالذات فظيعه. في ناس في وجبه مشهوره في بعض المحلات اللي هو الكبده والمخ، يعني في ناس كده في محلات كتير كده بتحب المخ. قوي المخ حلو. المخ بقى اخباره المخ ايه؟ لا المخ حلو لان هو بروتين سهل الهضم. خفيف، مش يعني كميه دهون كمان حتى الدهون فيه مش ما بتعملش الكوليسترول ولا. هتلاقي السعر بتاعه مختلف حتى في الاكل، يعني ده سعر اغلى. المخ اغلى من الكبده؟ طبعا دبل تقريبا او اكتر. قيمته الغذائيه عاليه يعني. طبعا ما ده بروتين يعني سهل الهضم. جميل جدا. طيب الفرق بين اللحمه الضاني والجاموسي والجملي، يعني انا كربت بيت اجيب اختار ايه؟ انا حاسه ان انتوا قاعدين لا هي القصه انه يعني حسب احتياجي وحسب ان انا متعود على ايه. في بلاد كتير هتلاقيها مثلا زي في الخليج هتلاقي الغنم والماعز ده منتشر بشكل كبير. في بلاد تانية الجمال مثلا بتبقى، وفي بلاد ما تاكلهاش. احنا مثلا في معظم مصر بيبقى اللحمه البقري هي الاكثر، يعني الجاموسي ما اعتقدش انه موجود دلوقتي اصلا، قليل يعني جدا. لكن اللحمه البقري بتبقى هي المفضله عند معظم الناس. معلش يعني في مناطق زي كرداسه ونهي او سيب ما بيحبوش غير الجمل. الوجبه المفضله بتاعتهم الجمل، وبالذات البعرور الصغير. البعرور بيفرق ايه لحم الجمل عن لحم البقري؟ لا هو لحم الجمل عامه نظيف، يعني نادر لما بيجيله مرض. والحكم بتاعه حتى في السلخانه، يعني لما بتلاقي القلب فيه دوده حويصله بتعدمي، مش بياخد وقت في السوا مش القلب في السوا كتير، بتعدمي الشريحه. يقول لك ده لحمه جملي يعني بتاخد وقت في السوا كتير. طب في بعرور الصغير ده ما بتاخدش وقت. هو انا عايز اسال يعني عايز بس اضيف حته حضرتك سالتيني في اول الحلقه على اهميه سلامه الغذاء ودورها ودور الاطباء الويطريين. انا بس يعني حابب ان انا ما اسيبش الحلقه قبل ما انوه عن ده، لانه الحقيقه يعني
اهتمام الدولة بسلامة الغذاء مش متوازي مع وجود عدد كافي من الأطباء البيطريين في الأماكن اللي المفروض يكونوا فيها عشان يحافظوا على سلامة غذاء المصريين. عدد الناس اللي بتفتش مثلا من زملائنا في القاهرة والجيزة عدد ضئيل جدا مقارنة بالأماكن. وكم انت 36 حي في القاهرة، عندنا كم حي في الجيزة؟ متهيألي 8 أو كده، يعني ما يتوائمش هذا العدد خالص. عدد الناس الموجودة في الهيئة القومية لسلامة الغذاء عدد ضئيل جدا، 80 أو 85 زميل وزميلة. احنا المفروض يبقى عندنا يعني أكتر آلاف عشان نقدر نحافظ كم النوادي، كم الفنادق، كم مراكز الشباب اللي بيطلع منها النهاردة أبطال أولمبيين محتاجين غذاء سليم، جزء من الغذاء ده يمثل 50% بروتين. الفنادق والمقاصد السياحية في مصر اللي المفروض السياحة بدأت تتعافى بفضل الله يعني، ويبقى في عدد من الليالي السياحية كبير. طبعا لو في مشكلة في سلامة الغذاء أيا كان نوعها، ده بيقفل مقصد سياحي أو بيخلي دولة من الدول ممكن تحط علامات على مصر وتقول إنه ده ما ينفعش يبقى في أمان للمواطنين بتوعها لما يجوا هنا. زائد إحنا 100 مليون، 100 مليون عشان نطمن على سلامة غذائهم، لا ما ينفعش يبقى 80 واحد هم المسؤولين او عدد محدود يعني محتاجين المجازر. محتاجين طبعا اطباء بيطريين اكتر. احنا التعيين بتاع الاطباء البيطريين واقف من 94. متخيله حضرتك لينا 28 سنه فيش تعيين منتظم. ليه؟ حصل مسابقه اتوقف، كان بيبقى تعيين سنوي بقرار من معالي وزير الزراعه في حينه بتعيين دفعه او دفعتين حسب اللي موجود. اخر قرار تعيين صدر من سنه 94، لم يتبعه قرارات اخرى الا مسابقات سكاترد، حاجه يعني بسيطه جدا. منهم مسابقه في يعني في 2015 اقر الجهاز المركزي للتنظيم والاداره بوجود او المفروض يبقى موجود عشان نسد العجز 6000 اكثر من 6000 درجه وظيفيه، ثم رؤيه ان هي تتقسم لثلاث مراحل. المرحله الاولى كانت 2156 بدانا فيها من 2015 انتهت في 20، ثم بعد كده اتقال انه يعني طب نكمل المراحل الثانيه عشان المفروض ان في عجز اكثر لان في ناس طلعت معاش او توفت. بكل اسف هذا لم يحدث. فطبعا ده خلى في اماكن يعني دكتور طارق بيتكلم في المجازر مثلا، المجازر فيها ناس عدد اقل من المطلوب من الاطباء البيطريين، وفي دكتور شغال في مجزر في وحده بيخلص. يعني احنا محتاجين عدد اطباء كتير جدا كتير جدا. قبل بس ما اختم الحلقه الاختام، ده عشان الاختام اللي على ده عشان مصر، مش عشان الاطباء البيطريين عايزين وظيفه، لا عشان حضرتك تبقي مطمنه تمام لغذائك. طيب دكتور طارق الاختام، الوضعيه ما بتختمش لان دكتور بتاع المجزر بيتحاسب على الاختام، لو اتختمت هيدفع فلوس. ليه بقى؟ لان انا بدي لك ازازه، الازازه بتعمل 100 حته. طب انت هتختم ببلاش. يبقى هتجيبها هتعوض الفلوس دي منين؟ اللي عايز يختم يدفع رسوم بتاعتها. او الختم طبعا بيبقى الالوان بتاعته صحيه. لا ده حاجات صحيه وبعدين هتختمها ليه؟ ده دي اضحيه هتختمها ليه؟ بالظبط يعني مش هتقطع محتاج. الختم ده هتوزع يعني ليك ولاهلك والناس. بالظبط مفيش مياده. اشكر حضراتكم شكرا جزيلا، نورتوني دكتور خالد سليم نقيب الاطباء البيطريين، شكرا جزيلا لحضرتك. ودكتور طارق عبد المنعم مدير عام الاداره العامه للمجازر بوزاره الزراعه نورتنا. بعد ذبح الاضحيه بيجي وقت توزيعها حسب القواعد الشرعية علشان نوزعها بضمير مرتاح ونتمتع كمان بطبق فتة العيد وسط لمة العيلة. لازم نرجع للنصايح اللي سمعناها النهاردة عشان نقضي أيام العيد الأضحى والأجازة الطويلة اللي جاية بصحة وبسعادة وفي بيئة نظيفة وفي جو روحاني راقي يليق بمناسبة عظيمة زي عيد الأضحى المبارك. خدوا بالكم من نفسكم، التجمعات أنا عارفة تبقى كتيرة في العيد، بس ناخد بالنا لسه كورونا ما خلصتش. كل سنة وحضراتكم طيبين. بكرة مصر جديدة إن شاء الله.